المية الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الري هنا سواء للمنطقة المزارعة عليكم او للمستثمرين، دي بيتم التعامل معها طبقا للمعايير اللي تحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة. انا بتكلم هنا على استخدام المية بشكل رشيد جدا جدا دون هدر في الزراعة، وبالتالي نظم الري الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي احنا بنتكلم سواء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال او ليكم يبقى بيتم العمل بيها. بقينا النهاردة قادرين على ان احنا في فرص عمل لحوالي 1,000,000 فدان تقريبا. تمام. لما نحط عليهم التصنيع الزراعي اللي بيتعمل لهم اتصور ان العدد ده يزيد اكتر من كده. واحنا بالمناسبة حريصين على ان احنا في 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 هذا المجال كدولة ان احنا كل تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية، الوصول انك انت تطلع منتج تصنيع زراعي ما بيتعملش كده يعني، لانك انت والا ما يحققش الهدف بتاعه. لازم تعمل دراسات وتعمل ابحاث ثم تتاكد ان المنتج اللي انت هتعمله ده هيبقى اولا يلبي طلبات السوق عندك وطبقا للمعايير المستخدمه.